الشاشات في مهمة رسمية، وكان عندها رغبة قوية جدا للحضور النهاردة والمشاركة، ولكن التزامها الرئاسي والسفر لدولة تشاد هو اللي منعها عن الحضور النهاردة. فأنا بالنيابة عنها بنقل لحضراتكم تحياتها. في الحقيقة حرص معالي الوزير على الحضور اليوم نتيجة ان موضوع المؤتمر في غاية الأهمية، وزي ما أكد لدكتور جون واكيد طبعا هيطلع حضراتكم على المزيد في كلمته عن اهتمام منظمه الصحه العالميه ممثله في من اول جنيف لحد كل الدول، كل المكاتب في كل الدول والمكاتب الاقليميه، لدرجه ان هم عملوا قسم خاص لموضوع مناقشتنا اليوم في الهيد كوارتر في جنيف. وبالتالي ده ان دل على شيء فبيدل على اهميه ابعاد الموضوع النهارده، سواء كانت في الابعاد الطبيه، الرعايه الصحيه، أو حتى على المستوى الاقتصادي في اقتصاديات الصحة. طبعا في البداية وقبل ما أقول الكلمة طبعا برحب وأعيد الترحيب تاني بالأستاذ الدكتور علاء عيد والأستاذ الدكتور عبد الحكيم محمود، وطبعا الشريك الأساسي لوزارة الصحة منظمة الصحة العالمية ممثلة في دكتور جون جابور وفريقه من منظمة الصحة العالمية. السيدات والسادة الحضور الكريم، نيابة عن معالي السيدة الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وبالأصالة عن نفسي أرحب بكم جميعا وأتوجه لكم بخالص الشكر والتحية لحضوركم الكريم اليوم وللقائمين على هذا المؤتمر لتنظيم هذا الحدث الهام بالشكل الأمثل. ويأتي هذا اللقاء الذي يجمعنا اليوم ليؤكد تلك القاعدة التي أسسها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان، ألا وهي تهيئة المناخ الملائم وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لرفع مستوى الرعاية الصحية. ومن هذا المنطلق وجدنا أنه لابد من التصدي لظاهرة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية التي أصبحت تمثل مشكلة كبيرة لجميع دول العالم. لا تفرق هذه المشكلة بين دولة وأخرى، لذا وجب علينا توحيد كل الجهود الممكنة للاستجابة والتصدي لهذه المشكلة. فإن مقاومة مضادات الميكروبات تهدد فاعلية الوقاية من مجموعة من الحالات، حالات العدوى التي تتزايد باستمرار ونجاح علاجها. فعلى سبيل المثال يتعرض نجاح العمليات الجراحية الرئيسية والمعالجة الكيميائية لأمراض مثل السرطان للخطر دون توفير مضادات حيوية ناجحة، مما يزيد تكاليف الرعاية الصحية المقدمة للمرضى المصابين بحالات عدوى مقاومة للمضادات الحيوية. مقارنة بتكاليف رعاية المرضى المصابين بحالات عدوى غير مقاومة بسبب استغراق المرضى لمدة أطول في العلاج وإجراء اختبارات إضافية واستخدام أدوية أكثر كلفة، فضلا عن زيادة معدلات المرضى والوفيات. ومن هذا المنطلق فإن تواجدنا معا هنا يمثل استجابة جمهورية مصر العربية لكافة وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها ومراكزها البحثية لهذه المشكلة الصحية الخطيرة، لضمان استمرار نجاح العلاج والوقاية من الأمراض المعدية لأطول فترة ممكنة بواسطة أدوية فعالة ومأمونة ومضمونة الجودة تستعمل على نحو مسؤول وتتاح لكل من يحتاج إليها. السيدات والسادة الحضور الكريم، إن أهمية الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية تأتي كاستراتيجية طموحة تهدف إلى خفض معدلات المرضى والوفيات المرتبطة بتلك الظاهرة، كما تهدف إلى تشجيع البحث العلمي في مجال تصنيع وابتكار المضادات الحيوية. وختاما لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل السادة المشاركين في إعداد هذه الخطة التي تعتبر نتيجة عمل مشترك ساهم في نجاحه العديد من الوزارات والهيئات والجامعات والمراكز.